لو كنت تتكلم أي لغة بطلاقة غير لغتك الأم، أي لغة بتختار؟ اللغة العربية. غير لغتك الأم؟ لا، بنختار العربية بعد. إن شاء الله إسباني. اللغة اللي حاب أحكيها هلا فرنسي. حسب يعني أي دولة أنا فيه. إنجليزي. أحس بختار اللغة العربية لأنها شيء أعتز فيه. اللغة الإنجليزية. تختار إنجليزي ولا عربي؟ عربي. شو أول جملة تعلمتها في لغة أجنبية؟ وهل استخدمتها وين؟ شاو. مرات أولا. بونجو الصراحة. والله جود مورنينج. تتوقع لو كان في لغة عالمية واحدة الحياة بتكون أسهل ولا مملة؟ والله راح يكون ممل. راح يكون يمكن أسهل للناس يعني يعرفوا كيف يحكوا يعني. الكل راح يكون يفهم على بعضه يعني، ما راح يكون في صعوبة. لازم يكون في أكثر عن لغة. لا بالعكس، ما راح يكون ممل لأن العالم كلهم بيقدرون يتواصلون مع بعض. ما راح يكون ممل كثير، لا كلنا بنفهم بعض، كلنا بنعرف شو نعمل. أي لهجة تعجبك وتحب تسمعها حتى لو ما تفهمها؟ والله المغربي. الأكسنت شوي ممتع يعني. البرتغالي البرازيلي. أظن المغربية. لأن لهجتهم غريبة شوي. شو أصعب لغة سمعت عنها وحسيت إنها مستحيل تتعلمها؟ الفرنسية. أحسها وايد صعبة، بس إن شاء الله يعني بتعلمها. التركية واليابانية. الصينية. حاسها صعبة يعني لأن معظمها أصوات يعني. البريطانية. كثير يعني ناس بيحاولوا يسووها بس إنه يعني شيء صعب. إسباني صراحة. ما بعرف ليه، لأن في كلمات هي كم كلمة صعبة كثير. الصينية طبعا. فرنسي بعد، لأن بعد لهجتهم شوي صعبة ويشدون الكلام.